Бадюка, Маньюс. Поедим. 2017 год, Сирия. Сейчас мы находимся рядом с цитаделью в городе Берлин. Танки генерала Сухева продолжают движение на Абу-Кемаль. До Абу-Кемаля отсюда 80 километров. Тактика генерала Сухева состоит в том, что он не двигается вдоль трасс. Он как пустынный лис прокладывает дороги через пустыню и выходит в совершенно неожиданных местах. نحن قوات الفيلق الخامس اللواء الثالث اقتحام مهمتنا تثبيت النقاط خلف القوات الجوية قوات العميد سهيل حتى الوصول إلى البوكمال إن شاء الله الوضع جيد والمقاتلين جيدين والأمور إن شاء الله كلها بخير كنا ضد التسليم باتجاه العشارة هناك تجمع للمسلحين فاجباري بدنا نأمن خط القوات عشان التقدم فثبتنا لمدة يومين ثلاثة واجهنا شوية هجومات بس الحمد لله صدنا لها كلياتها في جثث قتلى موجودة هون بدكم تصوروها كمان الحمد لله رب العالمين только по накатам. Пыль поднимается такая в пустыне, вот она как пудра, машин не видно. Очень опасно, можно въехать лоб в лоб просто. Машина прошла, вот сейчас пока не присядет, ехать невозможно просто. Ну, желательно, конечно, кататься по накатанной дороге, потому что тут мин достаточное количество. Всегда смотрим, где дорога накатана, там едем. Не накатана, по пустыне стараемся объезжать. السيارة جوا بيكاب سيارة بيكاب على 500 متر 500 متر سيارة سيارة داعش سيارة داعش ليك هونيك مبينة على المنظر هيك 5 كيلو على النهر وهيك للبوكمال 40 كيلو هون صديق رايح وهيك صديق رايح نلتقى وين بالبوكمال يعني طلقاته عم تجي هون يعني هو بعيد 3 كيلو 3 ونص كيلو 2 ونص كيلو لكن انا قوات قدامي انا هي مخوفني طلع لي قوات ما فينا ترمي هون بتعرف من العدو يا قدامنا هون صديق هالغرفه اللي قبالنا هونيك هالحمراء شفت لمعه من ورا منا بس على العمق شوي هالغرفه الحمراء قبالنا خليكم هيك شباب. ناخذ سيناريو. خليكم هيك.
يلا اخي الكلب بدك تصور لنا اياه حطوا بيناتكم يلا هون هلا هونيك بتدوروا عليه دوار ولسه احنا مو رايحين مسافه هذا كل عزت انا يلا يلا عسري عسري اطلع يلا يا اخي вот я по какой вороне они определяют по дорогу, солнцу. Понимаешь? По какому солнцу, понимаешь? Несколько раз он разворачивался. Это загадка. Надо будет у них спросить сюда. Подождите, подождите. Сюда опять назад. Вот туда сворачивай. إذا بترجعوا لورا شوي بس ليكون الوضع شوي تحسن. Мы с передовыми отрядами тигров в населенном пункте Сахим. К сожалению, сейчас приложили мины, мы должны перегнать машины. Но они прижимают противника к Евфрату и вот такими дугами приближаются к Абу-Кемалю.
هون أصدقاء، هون صار أصدقاء. على اليسار وقفتي أنا على اليسار، هون كان في عدو. الحمد لله خالصي. صار العدو باتجاهه رفريشو. كمان إن شاء الله يعني بعتنا مجموعة لهونيك خالصي. رفريشو ضل القطاع التحتاني. رفريشو فمن هون الحمد لله صافي هلا كله. رفريشو من هون صافي، كله هون صافي. ما ضل فيها عبارة عن تقريبا 1 كيلومتر العدو أمامنا. إن شاء الله بدنا نتقدم هلق وساعات الصباح المبكرة، وبدنا نتقدم ونحتل أماكن جديدة إن شاء الله لحتى نطهر آخر شبر من الأرض. صار في تقدم كان مقاومة شرسة من قبل تنظيم الإرهابي داعش. كان في ألغام، في مفخخات، كان في استخدام لكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بس تعاملنا معها بفضل تمهيد طيران المدفعية والتكتيك على الأرض الميدان. كان في تقدم وإنجازات كبيرة جدا. العملية العسكرية في ريف دير الزور الشرقي مستمرة، ونحن الآن في الفرجة الفاصلة بين مدينة الميادين ومدينة البوكمال التي تعد المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة. قمنا بعملية التفاف في عمق الصحراء إلى خلف قرية الصالحية، والآن بعد عملية التطويق الذي قمنا بها سيطرنا على قرية الصالحية وقمنا بالامتداد شمالا
إلى قرية تشرين والتي هي الآن قواتنا تقوم باقتحامها. حاول التنظيم الإرهابي استخدام الانغماسيين والسيارات الملغمة والمفخخة وباعتماده على الخنادق والحفر والدشم، لكن بعزيمة وإرادة الحمد لله قمنا بسحق هؤلاء العملاء المرتزقة، والعملية مستمرة إلى حتى هذه اللحظة. نار قوية؟ أسخن خبز عليها؟ بابا رجع عدلوا يا رجل والله على أنا ورئيس مفير 35-59 نحن الآن باتجاه منطقة العمل باتجاه ريف البوكمال لإكمال الطوق والسيطرة النارية على ريف البوكمال بالكامل. فوقوف الدبابة كانت هدف سهل بالنسبة للمسلحين، كان في قاعدة ميم دال متواجدة على التل هناك، فأجا الصاروخ بتوقع من هذه الجهة أدى لتدميرها فورا. صاروخ ميم دال من نوع تاو أمريكي أكيد، يعني لأنه تقدموا على التل وأخذوا القاعدة الموجودة مع المسلحين وقتلوا المسلحين كانوا موجودين هناك، والحمد لله الطاقم طلع بخير، طلع بخير وسلامة. قدمنا حوالي 300-400 متر لحدود 500، جينا هيك بالضيعة على اليمين وعلى اليسار، وراحت مجموعات بهالاتجاه سدت على الجروف لتحكم ضياع المسلحين. نحن وصلنا لهون أول ما دخل الضيعة هي، بعدين اتفقنا هون ثبتنا على الجروف، هلا كلها قلنا نقاط على الجروف وحكمنا ضياع المسلحين. هذا الريف الممتد للميادين، هذا الريف بس تم تثبيت التقدم بالجرف تم اقتحام هاي الضياع. يعني بده وقت لحتى شو بتسوي عمار؟ إنت رادياستانس دايش؟ يلا عمار أنا захвачен сейчас в нашей группе Тигра, который пытается вернуть ее к мирной жизни, к мирной военной жизни. بيكعبونا هاوي هلا بيرسلوا لك دو مسلحين. شنو؟ طمني عنك. استذليت معلم بعدين مضات شي بالطريق. عهد. يا عهد. ندحر الدواعش تحت أقدام رجال النمر. فوج علي طه.
اقتحمنا المنطقة هاي من هنيك وصلناها للجرف لهون، وان الله يسر اليوم نوصلهم بعد المية بإذن الله. قاومونا الشباب شوية، الأخوة الدواشة، والحمد لله بإذن الله صديناهم. والله يعطيك العافية.